من عراق صلاح الدين الأيوبي إلى أبطال غزة وفلسطين، تحية لكم ولصمودكم ولمواقفكم التي تبكي العدو ذلا وتبكي الصديق فرحا بشجاعتكم وما تسطروه من مواقف بطولية. نعيد أيام الفتح والتحرير. أنتم يا شعب فلسطين أمناء على أولى القبلتين وعلى المسجد الأقصى وحماة القدس التي فتحها سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. أنتم درع الأمة وأملها يا أهلنا في غزة العزة، وسنقف معكم بكل ما نستطيع. ومن هنا بين أهلي من جماهير بغداد أعلن عن حملة طوفان السيادة دعما لأهل غزة، وسنفتح مكاتب الحزب في كل المحافظات لاستقبال تبرعات الشعب العراقي، وأنا هنا سأكون من أول المتبرعين. وأشكر دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني على أمره بتشكيل لجنة لاستلام التبرعات من الشعب العراقي وإيصالها إلى أهلنا في غزة وفلسطين. وأكرر أيضا دعوتي لأخي رئيس الوزراء بالدعوة لعقد قمة عربية إسلامية عاجلة في بغداد لاتخاذ موقف موحد إزاء وحشية العدوان الصهيوني الغاشم على شعب غزة. وندعو المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وإدانته على هذه الجرائم بحق المدنيين العزل. وأقول للعالم أجمع ولبعض المسؤولين في الدول العالم الذين تباكوا في الأيام الماضية على خدعة قتل الأطفال والتي تبين كذب هذه الفرية ودحض الإعلام هذه الكذبة وتراجع أغلب المسؤولين عنها، وأقول لهم إن كنتم فعلا تدافعون عن حقوق الإنسان وعن الأطفال فانظروا إلى أطفال غزة كيف يبادون بآلة الحرب الصهيونية الغاشمة. فلقد قتل المئات من أهلنا من أطفالنا في غزة، ورمت آلة الحرب الصهيونية أكثر من 5000 طن من المتفجرات على أهل غزة المدنيين العزل. وأقول للكيان الغاصب الذي انهزم جيشه أمام المقاومين الأبطال وتراجعوا أمام قتالهم الشجاع رجل لرجل ليصبوا جام غضبهم على الأبرياء على العزل على المدنيين، وهذا هو ديدن الجبناء. أقول لهم قضية فلسطين هي قضية الأمة التي ستبقى حاضرة وبقت حاضرة طيلة 75 عام، وهذه الأرض أرض غزة التي قاتلتكم خلال 15 عام في 5 حروب. في كل هذه الحروب لم يحقق الكيان الغاصب أي منجز، بل حققت المقاومة الكثير من المنجزات القضية الفلسطينية ولقضية القدس. وأقول لأهل غزة اثبتوا فإن الله ناصركم. وأقول
إننا نتألم لألمكم، ولكن لدينا بشارة من الله في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فنقول لكم إن موعدكم الجنة، وإن النصر آت ولو بعد حين. وفي الختام أقول وأشكر وأحيي القوى السياسية والتيارات العراقية التي خرجت إلى الساحات اليوم في وقفة طوفان الأقصى. وأقول للبعض الذين لم يظهر صوتهم، أقول لهم لدينا قاعدة وضعها رسول الله حين قال: من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم. فتداركوا الأمر قبل أن نتبرأ منكم. فنحن باقين باقون على العهد، ندافع عن قضايا الأمة وعن فلسطين وعن القدس. وفي الختام شكرا لجماهيرنا الأبية على هذه الوقفة المشرفة، وشكرا لكل من يتضامن مع أهله المظلومين وأشقائه الذين يتعرضون هناك في غزة لأبشع أنواع التنكيل والعدوان. عاشت فلسطين، عاشت القدس، عاشت غزة، والموت للغزاة، والعار لكل الجبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.